مرحبا واهلا وسهلا فيكم باول فيديو لي على قناتي باليوتيوب. بتمنى تكونوا بالف خير وصحه ممتازه. اسمي شهد، عمري 18 سنه، انا مقيمه بالمانيا وطالبه بكالوريا. حبيت كتير عبر هالقناه انه نتعلم مع بعضنا البعض اللغه الالمانيه. ان شاء الله رح بلش معكم من الصفر لحد ما توصلوا لمكان قادرين تحكوا بشكل ممتاز وبعد احسن مني ان شاء الله. بالاضافه الى اذا انتم كنتوا عندكم اي سؤال حابين تستفسروا عنه، شارككم عن شيء عن حياتي اليوميه لحتى ما تحسوا بالملل، فانا ان شاء الله رح اعمل اللي بقدر عليه. بما انه هذا اول فيديو لنا مع بعض، حابه من البدايه انصحكم نصيحه ان شاء الله متاكده مليون بالمليون انها رح تفيدكم بطريقكم بتعلم اللغه الالمانيه او اي لغه كانت، اسبانيه انجليزيه الى اخره. بدي احكي لكم انه الاستمرارية هو عنصر كتير مهم بتعلم اي لغة كانت. اذا انا ما ضليتني عم بستمر وعم بحاول بالاشي واكرر الاشي اللي انا عم بدرسه، فما رح استفيد ورح احط حالي بمكان كتير بشع وبطاقة سلبية، ورح بلش لوم حالي اني انا ليش ما عم بتطور. هذا الشيء اكيد غلط اذا انتم ما استمريتوا، بس انا على ثقه ان شاء الله انكم رح تستمروا ورح توصلوا للي بدكم اياه. ما في حدا فينا ما عنده عقل، وما في حدا فينا ما فيه يتعلم اي شيء، كلياتنا نفس الشيء. البدايه دائما صعبه، ما بدي اياكم تتحطموا من البدايه. يلي جاي اكيد ان شاء الله رح يكون اسهل واسهل وقت لما انتم تتعمقوا وتندمجوا اكثر مع اللغه. بتمنى كمان ما يكون عندكم حاجز الخوف مثل ناس كثيره. في كثير ناس اذكياء بتكون عندها القدره على التعلم وحفظ معلومات جدا كبيرة، بس هو حاجز الخوف يلي موقف بوجهن ويلي هو ما عم بخليين انن يندمجوا بالعالم الخارجي ويستخدموا هالشي اللي عم بتعلموه على الورقة مع العالم. بتمنى يكون عندكم الجرأة الكافية وما تخافوا اذا غلطتوا، او مثلا تقولوا انه يا رح يحكي علي او هيك، عادي جدا. هن لو كانوا ببلدنا وعم بتعلموا اللغة العربية اكيد رح يلاقوا ملايين الصعوبات، بما انه لغتنا اصعب لغة اساسا. فما في داعي للقلق ابدا، الواحد من اغلاطه بتعلم، ومن اغلاطكم رح توصلوا للمكان اللي انتم بدكم اياه. بتمنى تعملوا لي سبسكرايب اذا حبيتوا المحتوى، اذا حبيتوني تعملوا لايك وشير للفيديو، وبشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي، رح يكون اول درس لنا مع بعض، وكونوا بخير وصحة وعافية، ويلا سلام. Oh, 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 oh